السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السؤال الثاني دكتور الله يجزيك بخير، بغيت نعرف الفرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس. نعم. كاين فرق بينهما أو لا؟ نعم إيه. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أما جواب على السؤال الثاني للا فاطمة الزهراء، الفرق بين النفس وسوسة النفس ووسوسة الشيطان. النفس هي أمارة بالسوء، النفس عندها رغبات، النفس عندها متناقضات، فيها حب وكره، خوف ورجاء، أمل ويأس، تفاؤل وتشاؤم. النفس تحب التملك، نزع التملك، كل واحد كيبغي يكون عنده، إذا كان عنده قنطار بغى قنطاران، لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه واديا. هذا من وسوسة النفس، حب التملك، بغى يكون عنده دار هنا ودار هنا، واحدة صيفية واحدة شتوية، بغى يكون عنده رصيد بنكي هنا وواحد حطه واضح وواحد حطه احتياطا خفي، بغى يكون عنده. هكذا الإنسان حب التملك، ثم حب الرياسة، إنسان يحب الرياسة، ملي كيملك الفلوس كيفكر في الرياسة. علاش دابا كنلقاو مول الشكارة كيفكر في الانتخابات باش يعود برلماني ولا وزير ولا سفير ولا غيره؟ لاش؟ باش يحمي الثروة ديالو وينميها. ما قيمة الثروة بلا سلطة؟ فكيكون عنده حب الرياسة، وهذا هو من رغبات النفس. ثم هناك حب الشهوات، الشهوات إنسان ملي كل شيء موجود كيقول أجي نتمتع مع راسي، وكيقدر يوقع في محرمات وهو لا يدري. كل هذا من وسوسة النفس، النفس تشتهي. لكن وسوسة الشيطان فهو فيه البغضاء والعداوة، أنه إما كيقول لك الحسد أو البغضاء أو العداوة، أو أجي نحفر لشي واحد واحد المكيدة. النفس غير الإنسان من دون نفسه، لكن وسوس الشيطان كتكون ضد الآخرين، كتخلق لك عداوة مع الآخر. كتلقى واحد لابس مزيان أنيق فرحان في حياته، إبليس كيوسوس لك كتحسده، وذاك الحسد راه هو لحد الساعة باقي ما وقع والو، لكن قد يقع إلى كراهية، والكراهية كتعود رغبة في الانتقام، ورغبة في الانتقام أنك تدس إليه كلام وتجيب النميمة والغيبة وتشوه للسمعة دياله. هذا كله من تلبيس إبليس، هذه وسوسة إبليس والعياذ بالله. وكنا أمور أخرى هو أن إبليس أي حاجة تقربك إلى الله كيبعدك منها. يجي وقت الصلاة يقول لك باقي الحال، الوقت موسع، مازال الوقت، سير قضي حاجة بعداه، تهلا في راسك، أنت متعب، باقي وقت الصلاة. فكيخليك دائما كتجمع الصلوات. فإذا أردت أن تصلي يدخل عندك لودلك ويوسوس لك، اذكر كذا اذكر كذا، وكتبقى تمشي في التافهات، كتبقى تمشي هنا وهنا وهناك، وما تعرفش أصليتي وبماذا قرأت. فوسوسة إبليس كتكون في البغضاء والعداوة وفي إبعادك عن الله. أما وسوسة النفس فكتكون حب التملك، حب الرياسة، حب الشهوة. ونسأل الله تعالى أن يحفظنا من وسوسة النفس ووسوسة الشيطان. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.